على المريخ السوداني، وكلمتكم على ان المريخ السوداني اتفق مع النادي الاهلي ان هو هيلعب في استاد السلاموي اللي بيلعب عليه النادي الاهلي، وهيلعب على استاد السلام اكتر من النادي الاهلي بيلعب عليه. ودي هي العلاقه ما بين المريخ السوداني ما بين النادي الاهلي ما بين اي نادي في دولة عربية أو أفريقية، وما بين النادي الأهلي أو حتى الزمالك لو كان طلب كده ده كان هيبقى برضو موجود، مفيش أي مشكلة. ودي علاقة الكرة المصرية بالكرة السودانية على طول على طول. وكان في تصريحات لرئيس نادي المريخ السوداني، وكان في تصريحات لرئيس الاتحاد السوداني بهذا الشأن. نشوف. استضافة مهمة بالتأكيد، وعلاقة قوية بين البلدين مصر والسودان، وعلاقة طيبة بين نادي الأهلي والمريخ السوداني على استضافة مبارياته في ملعب نادي الأهلي. أكيد طبعا من خلالك هنعرف تفاصيل اللي دارت للموافقة وإن أنتوا اخترتوا إن أنتوا تلعبوا هنا في مصر. أول حاجة أنا شاكر لقناتك وشاكر لمشاهديك. أنا أعتقد هذه سانحة لكي نتحدث عن عظمة هذه العلاقة بين البلدين. فأولا علاقة بين السودان ومصر علاقة كبيرة وعلاقة ذات جذور، وأفتكر ما حدث الآن من أخواننا في المريخ واختيارهم لملعب الأهلي هذا يثبت بأنه نحن شعب واحد ونحن أقرب إلى بعض ونقدر نستفيد من تجاربنا مع بعض. نحن سعيدين بهذا الوجود، ونفتكر أنه يعني مصر في قمة دولتها وكل أجهزتها هي مرحبة بالسودان ومرحبة بالمريخ السوداني، ونتمنى أن يجد السودان ما يريده في مصر. ومبارح الأهلي كان معنا في السودان برضو، فده تواصل كبير ونحن سعيدين به. ويعني هذه القرى حققت مكاسب كبيرة إنها أشركت البلدين في هذه المباريات. نحن سعيدين بحضور هذه المباريات، ونتمنى التوفيق للمريخ والهلال في هذه المنافسة، ونحن سعيدين بوجودنا في مصر وسعيدين بوجودنا في استاد السلام اللي اختاروا المريخ لكي يقيم في مباراته. هذا يعني حضور جميل من الإدارة والسفارة، وأنا أشكر كل الناس اللي شاركونا اليوم وبقى فيهم الغنوات وفيهم الإعلام. الخيارات كانت كثيرة جدا، كان ممكن نلعب في إثيوبيا، ممكن نلعب في السودان نفسها في ملعب الهلال، ممكن نلعب في الجزائر، نلعب في أماكن مختلفة، أي دولة إفريقية ممكن نلعب فيها المباراة. لكن الرأي الفني أنه الفريق موجود في معسكر طويل من أكثر من 70 يوم، اللاعبين تعودوا على الأرض وعلى الأجواء، وبالإضافة لأنه السودان ومصر بلد واحدة والأرض واحدة، والجماهير موجودة هنا وموجودة في السودان، يعني العدد تقريبا يعني كبير هنا، فما يعني ما بنلعبش برا، ما بنحسش إن احنا لاعبين برا أرضنا. يعني انت هتلعب تقريبا على ملعب الاهلي السلام اكتر من الاهلي نفسه صاحب الارض في دوري الابطال. صحيح، هنلعب مباراة الهلال السوداني النهارده، لعبنا سان داونز، هنلعب الهلال السوداني يوم الجمعة، وبعد كده هنلعب مع الاهلي المصري بعديه باسبوع، وبعد كده هنطلع برا نلعب مع الهلال في الخرطوم، وهنلعب مع سان داونز وجنوب افريقيا، ونرجع تاني نلعب الاهلي على ملعب السلام. شايف ده ازاي انك هتلعب حتى الثلاث مباريات على ملعب النادي الاهلي اللي هو خصمك في نفس المجموعه، وشايف ازاي النهارده التعادل بنقطه ممكن تفيدك وان المريخ عنده حظوظ في التاهل للادوار القادمه ولا لا؟ احنا الحمد لله الشباب بتوعي جاهزين ولا يهابون الخصم، ويحترمون الخصوم لكن لا يهابونهم، ويعني مش شايف انهم لازم يلعبوا كره احترافيه، انا عايزهم يتعودوا انه جوا زي برا يعني. وزي ما قلت لك ان هنا برضه ما فيش فرق بين السودان ومصر في الملعب. اتصالات تمت ازاي بين الاهلي والمريخ لاختيار الملعب؟ اتصالات بيني وبين الكابتن محمود الخطيب، ورحب هو بينا في مصر، واتفقنا على نلعب في مصر. واحنا بنضم صوتنا لصوت رئيس الاتحاد السوداني ورئيس نادي المريخ السوداني، طبعا بلدكم التاني، وطبعا تشرفوا وتنوروا، طبعا اهل السودان هنا كلهم اهلنا، ويعني الامور على ما يرام، هي دي كرة القدم ودي التصريحات اللي بنقف عندها كتير.